السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الدرس سيكون بعنوان طاقة إخفاء وإظهار ملف اللوج الذي يظهر في كل مرة عند الطباعة، وهذا على برنامج الأوتوكاد. أقصد من ملف اللوج هو هذا النوع من الملفات. لو أذهب إلى هذا المجلد ستلاحظون لدينا هذا النوع من الملفات plot.log، يعني الامتداد الخاص به هو log. عندما أقوم بفتحه ستلاحظون وجود مجموعة من المعلومات، يعني معلومات الطباعة، مثل اسم ملف الطباعة وحجم الورقة والسلم وتاريخ الطباعة إلى غير ذلك. سألني عضو من أعضاء هذه القناة حول كيفية إخفاء وإظهار هذا النوع من الملفات، فكيف نقوم بذلك؟ أذهب إلى برنامج أوتوكاد وأقوم بتقليص من حجم هذه النافذة. الآن سأقوم بحذفه، ديليت. لاحظوا تم حذفه من هنا. الآن سأقوم كذلك بتقليص من حجم نافذة برنامج الأوتوكاد حتى تظهر النافذتين مع بعضهما البعض. جميل. الآن لإظهار هذا النوع من الملفات، أولا سأقوم بعمل تجربة فقط، أقوم بعملية طباعة لهذا الملف، كنترول بي، أقوم بالحفاظ على نفس الإعدادات، أوكي، مثلا أقوم بحفظه على سطح المكتب، سيف. الآن لاحظوا عندما تتم عملية الطباعة سيظهر الملف في هذا المجلد. لاحظوا تم ظهوره هنا plot.log. أقوم بغلق هذه النافذة، أقوم بفتحه، ستلاحظون ظهور مجموعة من المعلومات الخاصة بعملية الطباعة. الآن سأقوم بحذفه، ديليت. أذهب إلى شريط الأوامر أو أذهب إلى هنا ثم أضغط بزر الفأرة الأيمن، أذهب إلى Options، بعد ذلك أتي لهذا الخيار Plot and Publish، أذهب إلى Plot Stamp Setting، وأذهب إلى هنا Advanced. الآن لاحظوا لدينا هذا الخيار Create a Log File، سأقوم بإلغاء تفعيله من هنا، أوكي، أوكي، أوكي. الآن سأقوم بعملية الطباعة مرة أخرى، Ctrl P، أوكي، مثلا أعطيت تسمية هكذا عشوائية، Save، أنتظر بعض الوقت. لاحظوا تمت عملية الطباعة لكن الملف لم يظهر في هذه النافذة. الآن سأقوم بإظهاره مجددا، كليك يمين، Options، Plot and Publish، Plot Stamp Settings، Advanced، Create a Log File. كذلك يمكن اختيار المسار الخاص بهذا الملف، مثلا أحافظ على نفس المسار Documents، أوكي، أوكي، أوكي. الآن سأقوم بعملية الطباعة مرة أخرى، Ctrl P، أوكي، تسمية أخرى، Save، ننتظر بعض الوقت. لاحظوا تمت عملية الطباعة وظهور الملف plot.log. باختصار هذا هو الدرس. لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.